داء ليس له دواء، فلا علاج شافياً لمرض الألزهايمر حسب منظمة الصحة، إذ اكتفت الإنجازات العلمية بأدوية تبطئ الأعراض وفي بعض الأحيان علاجات تزيد الأداء الوظيفي للدماغ. أما أسبابه عديدة وشائعة، لكن من كان يظن أن يكون السكر الطبيعي سبباً في خطر الإصابة بالألزهايمر. دراسة وجدت أن مرضى الألزهايمر لديهم مستويات عالية من نوع معين من السكر في أدمغتهم، ووجدت نتائج نشرت في مجلة أمريكية أن الفريكتوز يمكن أن يحمل أدلة على تطور مرض الألزهايمر وعلاجه المحتمل. الباحثون في جامعة كولورادو كشفوا أن الفريكتوز يقلل من تدفق الدم في القشرة الدماغية المسؤولة عن ضبط النفس، ويعتقد الباحثون أن الإفراط في تناول الأطعمة السكرية والمالحة والغنية بالدهون يؤدي إلى زيادة إنتاج الفريكتوز. ومن المثير للقلق أن الفريكتوز المنتجة في الدماغ يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب ومرض الألزهايمر في نهاية المطاف، وأضاف الباحثون أن هناك حاجة الآن لمزيد من التجارب الغذائية والطبية لفحص ما إذا كان تقليل الفريكتوز يمكن أن يفيد أو يمنع أو يعالج حالة سرقة الدماغ، السمة الرئيسية لمرض الألزهايمر.